لا حاجتي لا بالتحليل ولا توجيه السياسه وكذا. مدام ليلى ممثله على وكالات اسفار، علاش خايفين انتوما من القانون هذا؟ مش خايفين، احنا إذن جينا للتوضيح. بالضبط، تعطينا التوضيح. لانه بالطبيعه انا كي نبدا عندي قناعه بحاجه، وبما اني مانيش نخالف لا في وطنيتي ولا في معناتها ايماني بالقضيه الفلسطينيه ولا باصحابي الفلسطينيين اللي موجودين في فلسطين، فهذا اكيد اني انا معناتها مانيش خايفه من القانون، اما جينا باش نوضحوا زيدا اللي رحلاتنا راهي ما تدخلش في مجال التطبيع. ذكرني انتوما شنو اختصاصكم في الرحلات؟ احنا رحلات معناتها اكيد تقريبا العالم الكل نمشيو معناتها في الرحلات، ولكن في المساله هذه انه انا في 2017 جاء قدامي ايميل من مكتب في الاردن، اردني مولاه، يعني باش ما ندخلوش في حاجات اخرى. أوكي. اردني يعني مولاه، بعث ايميل بعد ايدكتور صارت اللي هي فام تريب الوكالات الاسفار للاردن لتشجيع السياحه على الاردن معناتها. نعم. طبعا انا ما حضرتش فيه، ما انا بعد طلبت فيدباك، قلت لهم اعطيني شنو صار في ليدكتور هذا، خليوني نفهم السياحه في الاردن يعني شنو هي بالضبط وشنو المطلوب منا. اوكي. بعث لي شركه سياحه، بعثت لي برامج على الاردن وبرنامج فيه الاردن وفلسطين كومبيند يعني. شفت البرنامج انا عجبني بصراحه، معناتها واحد يامل معناتها ويحلم باش يمشي لفلسطين ويصلي في الاقصى، هذايا حلم الناس الكل اكيد والمسلمين الكل معناتها في العالم اجمع. طبعا انا سالت قبل ما نعمل اي اقتراح ولا ننزل الرحله على صفحتنا في الفيسبوك ولا اي حاجه، خذيت المعلومات الكل. اول حاجه اللي هي معناتها اسكو احنا كتونسيين بجواز تونسي، نحكي لانه احنا عندنا زاده برشا تونس راهو مقيمين في اوروبا وفي امريكا وفي كندا وفي غيره، وعندهم الجوازات دوبل ناسيوناليتي، ينجم يمشي بالجواز الاوروبي ولا الامريكي ويدخل. طبعا ياخذ منه في المعبر حكايه ساعه ساعتين. اعطيني على التفاصيل بالقانون الجديد مثلا. دقيقه، هذه جريمه في القانون الجديد، هات نشوفوها. هو باش يدخل لك باسبور فرنسي غادي. لا لا، تعمل فيه انت، مش هما اللي يمشوا من غادي. الدعايه اصلا. لا مش دعايه، انا شو احنا يلزمنا زاد نقولوا المسميات باسمها. وقت اللي انا نقول لك خليك تكون الحوار تفاعلي. انا ما نشتغلش بالكيان الصهيوني، انا عندي يعني اراضي يعني محتله معناها فلسطينيه. مش منه في المعبر ساعه ساعه. لا عندي اراضي محتله فلسطينيه، واذا كان هي ارض محتله كما كانت تونس كانت مستعمره قبل، شكون يشد الحدود نتاعها؟ تونس كي كانت مستعمره سامحني، المستعمر الفرنسي. مستعمر الفرنسي، ما تقوليش تصريح سامحني، خليني نكمل. خلي تواصل سيدي احمد وبعد فعل معنا ماليش راح نربش نهبطوا بالهواء معناتها الكل فهمت، وذي راهو معناتها هذه كان انت زاد تحب تنجم تهبطوا بالهواء. معليش دي باراشوت المقاومه تسلح بدائيه عندهم. ربي ينصرهم بطرق بدائيه عندهم. ربي ينصرهم ربي ينصرهم. اذا دونك المشكلة أنا أنت من مشمولات الكل وكالات الأسفار التونسية قبل ما ننزلها على الصفحة وقبل ما حد وكالات الأسفار التونسية إذا تنظموا رحلات الفلسطين السواح نتاعكم توانسة يمروا يدخلوا كيف منين يدخلوا لفلسطين بالضبط؟ معبر الأردن، معبر طريق الأردن، جسر الملك حسين بالأردن، جسر الملك حسين، يمروا على نقطة التفتيش والحدود الإسرائيلية ولا؟ ما عندكش خيار سامحني. خلينا نفهم. ما عندكش خيار، قالوا مكره اخاك لبطل. اي مكره اخاك لبطل. باه الاسرائيليين انت من غادي. لا ما فهمش انا اول حاجه ساعه نسال على سالت عليها هو الختم على الجواز، قالوا لي راهو ما يختموش لحتى دوله معناتها مش راهو كانت توانسه برك المعلومه، قالوا ما يخدموا لحتى دوله. دخلتوا وين يتوجهوا السواح؟ نحن نمشيو اريحه. أريحة نبداو بأريحة، نمشيو مقام النبي موسى. أي. كي نعملوا جولة في أريحة وبعد نطلعوا القدس. أي. جبل الزيتون، مقام رابع العدوية، مقام سلمان الفارسي، ومن بعد نمشيو للفندق اللي هو موجود قدام باب الساهرة في المنطقة العربية الفلسطينية، يعني الفنادق فلسطينية والناس اللي تخدم فيها فلسطينية. عرب فلسطينيين عرب معناتها يعني شكل مساندة العرب 48 ما همش 48 موجودين في الشمال في أرض الجليل. شو راهو باش تفهم فلسطين وباش تتعمق أكثر ما شاء الله تحب أنت في القضية. أنا الحمد لله 9 مرات ما شاء الله، وكانت آخر مرة في شهر رمضان. أي. واختمنا
التراويح وكله في بعد العبور على المعبر معناه مع الفلسطينيين. سامحني، احلى احساس كونك انت تكون واقف كتف لكتف مع الفلسطينيات، تصلي مع الفلسطينيين. أي. وقت اللي تكون في 500 ألف مصلي مسلم، خاطر ماناش احنا بركه نمشيو. لا لا سيدي احمد، برشا من الاسلاميه خلي تواصل سيدي احمد. سامحني، كيفاش شعورك؟ لحظه بركه، انا اول مره كي دخلت هذيك ساعه مدام بعد اللي يجيك على الميكرو، خاطر الميكرو يتقلب، كان احساس راهو ما يتوصفش، معناتها كان احساس ما يتوصفش. واول واحد اللي يلزمك انت تاخذ منه راي صحيح، راهو مش لا تونسي لا اي واحد اخر، كونك انت تسال وانت في فلسطين هل مجيئك الى هنا تطبيع او غير تطبيع؟ شيقولوا لكم الفلسطينيين؟ فكان مفتي ديار القدس والسيد صبري عكرمه، فهمت، والمشايخ نتاع القدس يقول لك انت ونيتك، انت ونيتك، يعني اذا كان انت ناوي جاي تضامن مع الشعب الفلسطيني، كسر حصار للشعب الفلسطيني، باش تقضي انت وتعمل، ولا باش تتبرع للشعب الفلسطيني وتكون موجود، لانه القل اقصى ساعه فيه راهي رباط، للي ما يعرفهاش ساعه رباط، لانه هما ما يستفردوا بالفلسطينيين وتصير المشاكل كي يبداو وحدهم في الاقصى. وقت اللي سكروا عليهم القدس وما عادش يدخل لها حتى مسلم يصلي تصير المشاكل، تصير برشا اقتحامات. سؤال فني صغير، يعني هذه راهي حاجات صدقني، معناتها انا من منطلق راهو ما وليت ما عادش نمشي للرحله كرحله، نمشي لها عن قناعه، أستاذة ليلى، عن حب. استاذه ليلى، تصرفوا بنا عمله غادي؟ نصرفوا بالدولار، نجم تصرف بالدولار، ولا يقول لك بدل الشيكل الشيكل؟ مش بالضروره، مش بالضروره، لانه احنا المحلات تقريبا اللي نزوروها ونمشيو لها هي في الخليل. يعني كيف تردين على يقول لك انت ماشيه تصرف غاديك؟ هو فلسطيني يصرف، هذه عائدات السياحه، هل ستذهب لوزاره السياحه نتاع السلطه الوطنيه الفلسطينيه؟ الفلوس؟ او باش تمشي للاسرائيل ولا السياحه الاسرائيليه؟ خلينا نفهم، لا خلينا نفهم اللي فيه شنو هو الفلوس؟ انا هي فلوس معناتها اللي باش تصرفها غادي كاي سائح يجي لاي دوله؟ باش تصرفها انت باش تشري من عند الفلسطينيين. أول حاجة، لأنه مثلا البلدة القديمة مقسمة على ثلاثة، نعم. يعني فما سوق اللي هي التابعة للفلسطينيين، نعم. وفما سوق تابعة للمسيحيين، نعم. والسوق اليهودية، نعم. إذا كان أنت باش تقضي من عند الفلسطينيين، نعم. ومساعدة للفلسطينيين، نعم. لأنه أنت لو تعرف الأداءات اللي، نعم. يحطوها تاكساسيون على الفلسطينيين بالذات، نعم. أنه هو ينجم يهدوا وما يخليهش يكمل يخدم. واضح. إذا كان أنت ما تقضيش من عنده، خاطر هما مسكرين، سامحني، خاطر فما حاجات اللي برشا ناس ما تعرفهاش، لو كان ما تمشيش وتشوف بعينيك، معناتها لانه احنا بينا تصير لنا ضغوطات، راه احنا وصلنا مره داخلين للحرم الابراهيمي ضربنا ساعه ما خلاونيش نتعدى، علاش؟ خاطرنا احنا الشرطه الاسرائيليه، ساعه في البوابه ما خلاونيش. بربي سيده ليلى، اخر سؤال قبل ما نعطي الكلمه توا، باش نعرفوا زاده، باش تعرفوا انتم راهو مجلس النواب باش يعدي، باش تفهم روحك، باش تواصل النشاط هذه ولا لا؟ وانا ذاك علاش جيت وحاضره. التوانسه يقبلوا عليهم الرحلات هذه من 2017؟ بطبيعة كل واحد وقناعاته، واحنا في تونس زاد احنا كي تقول لك لجنة الحقوق والحريات، أي. كل واحد زاد عنده الحق، أي. في حاجة وحر، مانيش نقمعوا الحريات احنا، لانه انا عندي رأي وفما الرأي الاخر. واضح. لا لا، حبيت يعني على سبيل الاستفسار، هو باهي الاختلاف، أكيد. هو باهي الاختلاف في نطاق الاحترام، واضح. وفي نطاق تبادل المعلومات. واضح. سيد احمد، كنت تسمع مثلا في هذه الوضعيه القانون اللي قاعدين تحضروا فيه، اش تعتبروها الوضعيه هذه؟ يمنع. قبل كنت نتصور انه سندافع عن مواطن اللي رزق. احنا برشا يمشيوا معنا في الرحله، زيد راهو عندهم بناتهم متزوجين فلسطينيين غاديكا، يعني يمشيوا للزياره زيد، خاطر هو ما نجمش ياخذ كفرد، يعني احنا بالنسبه للتوانسه يلزمها مجموعه. واضح. احنا يفرضوا علينا مجموعه وتصريحنا باش يخرج، لانه راهو انا حتى في الاول، يعني اول ما نعمل اي حاجه اتصلت بالسفاره الفلسطينيه، ما نجموش يعطيونا تصريح، ما هو الصراحه ما ينجموش يعطيوك تصريح. بلاش كون مشيت غادي؟ نعم؟ لا لا، احنا نتعداو على مكتب معناتها اللي نخدموا معاه في الاردن، لانه احنا عندنا رحلات الاردن. هو يعطيكم تصريح؟ تريب معناتها هو يعطيكم تصريح للدخول؟ هو يخرج التصريح.
هو يطلب التصريح باسم السلطه الفلسطينيه ولا باسم الكيان الصهيوني؟ ما فماش ازمه راهو شو انا باش نتكلم بالحق راه برشا حاجات هي يلا يا سيدي احمد احكي لي ايش عندك الفصول؟ ما فماش سلطه فلسطينيه خاطر الفصول ارض الواقع على ارض الواقع ما فماش سلطه فلسطينيه فما حركه فتح وفما رئيس ما فماش سلطه فلسطينيه اذا كان انت شرطي فلسطيني شرطي فلسطيني ما يحملش سلاح رغم اللي اخلاقيا راهي غير قبل التبرير كيف انه باش نحموا موارد شغل باش نحموا كذا باش نحموا كذا عندنا وضعيه انا تحب خليهم في عزله تامه هذه المشكله مطلوب انه نخلي الفلسطينيين في عزله تامه ما نمشي لهم حتى واضح. واضح انا باش نبشر الاخت الكريمه بحاجه قلت لك مكره اخاك لا بطل لا ما عادش باش تكوني مكرهة لا بطل باش تكوني مجرمة لا بطل هكا معناها هذا أيوة. سيقع تجريم النشاط هذا أيوة. والشيء اللي مش اللي استفزني مجرد التواصل أي. الشيء اللي استفزني تو كلامك سامحني كلامك فيه حاجة واحدة باهية اللي هو ذكر الأسماء والمقامات والمناطق في فلسطين المحتلة على الأقل باش نعرف شو ذكرتنا العربية باش ما ننسوهاش نأكد منك أي العربية إسلامية راهي أي عربية إسلامية فلسطين فيها برشا قوميات أي. ايه واضح باش نعرف شو ذاكرتنا على الاقل العربيه والاسلاميه واضح ولكن اذا كان اليوم نجوا نحكوا بالمنطق العاطفي لازم نحترموا حاجه نحترموا ذكاء التونسيين وفتنه التونسيين تفضل ونحترموا على الاقل الكرامه التونسيين نحترموا ديما الشهداء اليوم اللي قاعدين يموتوا اذا كان باش نسوقوا نحن اذا كان باش نسوقوا اليوم للسياحه للكيان ما كنتش نحضر اصلا ماهيش سياحه للكيان انا حسيت لا انا من كلامك شنو ساعه ونص وساعه من زمان في المعبر وكذا مش معبر انا ما قلت لكش نحن معبر نحن تقدمنا او ظلمت مع قانون تجريم التطبيع ما قلت لكش نحن معبر نحن في كتلة الخط الوطني السيادي عندما تقدمنا بقانون تجريم التطبيع راه كانت فيه ثلاثة محاور كبار على الأقل السياسيين اللي خاونا فيهم كان المنطلق مبدئي وضعي واضح اعترافنا بالحق التاريخي لشعبنا في فلسطين في كامل أرضه من الماء إلى الماء من النهر إلى البحر والكلام الانهزام والإسلاميات وكذا اليوم الظرف غير الظرف راه إذا كان الناس تطلع تو تعرف انه في 8 سنوات الاخيره الهجره المعاكسه من الكيان المحتل والغاصب الارض العربيه اكثر بكثير من الهجره الوافده هذا الكيان يحتضر اذا كان نحن اليوم باش نعطوه جرعه اكسجين هذه جريمه ربما اليوم ما عادش كنا قبل نقولوا القضيه الفلسطينيه واللي هو الحق الفلسطيني وصمت عارف الجبين العربي اليوم راهي في جبين الانسانيه اليوم راهو اذا كان باش نسوق بالطريقه هذه ونصلي في الاقصى باذن الله النصر سيكتب لنا ولكن ان كتبت الحياه سنصلي في المسجد الاقصى محرره خلنا نفهم سيد احمد عندك في مشروع القانون غديك يعني العمليه من نوع هذه اصبحت مجرمه حتى الفنانين نتاعنا اللي استدعتهم السلطه الفلسطينيه ودخلوا على جسر الملك حسين في الاردن ومشاو محمود عباس في الضفه واستقبلهم كيما لطفي بوشناق كيما صابر الرباعي اللي تعدى من غديك هذا ستصبح جريمه ويعاقب عليها القانون كيفاه ما تشعر الشعب تونسي يدخل الحرب مدرب الفريق الوطني فريق وطني فريق القومي يعني الفلسطيني يعني انت تقول معناتها احنا يلزمنا نسكر لا جديد جديد توصي معناتها سامحني لا خلينا نفهموها الحكايه هذه يا سيد احمد جاوبني عليها بالتفصيل واضح يعاقب مرتكب جريمة تطبيع عدم ذكر في الفقرة الأولى بالسجن لمدة تتراوح بين 6 سنوات و12 سنة وبغرام مالية تتراوح بين 10 دينار سامحني حبيت نثبت معك حاجة على خاطر مشروع القانون كان بين 2 و5 سنوات لا مش متناسب مع العقوبات المالية بين 2 و5 سنوات غير نهار فهمتني هذيك جنحة ولكن العقوبات المالية كانت من 10,000 إلى 1,000 دينار معناها وقعت في أمام اللجنة وقعت ترفع فيه لأنه الظرف اللي حطينا فيه القانون باش نحكي لك على الظرفية نحن القانون انا في شخصي كتبت محاوله يوم 3 جوان 2023 ثم تقدمنا بمحاوله استئناسا بمقترح الجبهه الشعبيه سابقا بمقترح حركه الشعب واستئناسا ببعض المقترحات من بعض الزملاء قدمنا مقترح قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني يوم 12 جويلية كيف تثبت ما كانش الظرف الموجود اليوم ما كانش قصد بكم تنزلوا في العقوبة المالية لو ترفقوا في العقوبة كنا حريصين على أن يمر النقطة الثالثة اليوم تضافت كنا حريصين على أن يمر هذا القانون كرسالة سياسية به جاي هذاك أعطيني بالضبط أشكال التطبيع مش العباد تفهم رواحة هذا بالنسبة ليك تطبيع توا هو كل اشكال التعامل مباشره سي برهان باختصار سامحني في كلمه معناتها انت بالقانون هذايا اللي يمثلوه ما كناش نقولوا مليون معناتها اوكي مليون نمشي معاك في مليون لا المتسهلين في تونس ما يفوتوش 100,000 اسمع انا بيجي مواطنه ومن الشعب التونسي
اما انا الكلام هذايا مثلا انا انت تدافع على مصدر رزقك للاسف اليوم على حساب الشهداء. رد بالك ماهيش مصدر رزقك. ما لازمناش نصبروا مع الرداء بطريقه هذه. للاسف هذا سقوط اخلاقي اختي. ينجم يجي من حاجه سقوط اخلاقي. ما نجمش نوصف. سقوط اخلاقي. حاولت اني نوصف حاجه اخرى. هذا سقوط اخلاقي. اذا كان اليوم باش نتحدثوا بمنطلق عاطفي والجليل ومقام موسى ومقام ابراهيم واريحا وكذا. اليوم اذا كنا نتحدثوا على الصلاه في المسجد الاقصى سنحاول الصلاه في المسجد الاقصى محررا. علاش اليوم جايبين باش ندافعوا كيف سيكون تعاملنا مع اللي كانت تحكي عليهم السيدة ليلى العائلات اللي عندهم اللي متزوجين من فلسطينيين متزوجين من فلسطينيين اولا كان يمشيوا غادي يزوروا عائلاتهم يتعاقبوا كيف سيكون تعاملنا مع التوانسه اللي عندهم علاقه بالعرب عرب 48 الحاملين للجنسيه الاسرائيليه كيف سيكون تعاملنا مع التوانسه اللي هما حاملين للجنسيه الاسرائيليه ويحبوا يجيوا لتونس مش فقط في الغريبة معناها خاطر فما توانسة حاملين للجنسية فما من ورثها أصلا معناها ورثها الجنسية كيف سيكون تعاملنا مع هؤلاء كيف سيكون تعاملنا كما اللي كنا نطرح فيه البارح مع علاقتنا مع العالم في الندوات العلمية الندوات الثقافية في الميدان الرياضي خلي وصف تواي خلي وصف تفضل عندنا نقطة سقطت سهوا وهي واليوم زميل بلال المشري يتقدم بمقترح تعديل إن شاء الله في الجلسة العامة في كونه عرب 48 لا يتم شملهم بهذا القانون شكون واضحين هي ما تنجمش الوضعية هذه الوضعية في دور هيشر أنا سمعت الوضعية هذه في دور هيشر في دور هيشر عندنا مواطنة تونسية تزوجت في جنوب أفريقيا من مواطن فلسطيني ولكن للأسف من حملة جواز السفر الصهيوني ولليوم ولدها بلا لقب لأنه لا يستطيع الدخول إلى تونس أو لا يحمل غير جواز سفر إسرائيل خطر يديك الجنسي نحن اليوم إذا كان مش نتحدثوا بالله الملاحظة ذي متاع مليون رأوا المتبعين والمتساهلين في تونس ما يتجاوزوش بهذا الألاف إذا كان مش بهذا الألاف خطر مبالغ إيه لكن القانون الكبير وتونس مبدئين القانون يسري على الجميع جيس ولكن فعلنا وضعيات أنا مش كنت في الندوات العلمية إذا كان مش المهندسين المحامين عملنا قواعد علمية عامة مجردة وملزمة والتفصيل نتاع قانون تجريم التطبيع أي. سيكون على عاتق الوزارات ورئيس الحكومه في اوامر ترتيبيه وفي قرارات انتوما ما استشرتوهمش وقعت سماع ليهم اي ما سمعت كان من المفروض بيه. انا هذا هو الخارجيه مع ان نكون مع مبدا تجريم التطبيع هذا هي مما لا شك واضح. فيه لكن وقت اللي تجي في الغصره هذه اللي عايشتها فلسطين وعايشها الشعب الفلسطيني أي. من المفروض انه نخليو العاطفة جانبا ساعة نجيبوا المعنيين بالأمر الوزارات المعنية بالأمر أي. المجتمع المدني المنظمات ونشوفوا شنية الـ 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 الوضعيات اللي باش يلقاو فيهم التوانسة على خاطر نجم أنت غدوة على مجرد ميل نعم مع شخص تجهل جنسيته أي. اسمه ما نعرفش انا روبير ولا ديبون ولا وهو حامل ثم جانب قصدي راهو في العمليه مش معناها بطريقه عرضيه خلينا نقص على نقص على كلامكم حسين النصوص معناها سونيا ما نستحقش باش نقول ثم جوانب قصديه هذيك اللي باش تتحكم عليها دقيقه شيء متروك للنصوص نسمع في زميل قال حاجه مهمه والقرارات وقل لي اذا كانك نفس الشيء نسمع في زميل جيست هذيك كملت باش ما ننساش ما يمتك مراه كبيره وما راني ما سونيا بإيجاز باش نمشيو لإيجاز راهو عندي على المباشر زميلك يقول اذا كانك باش تمشي مثلا ندوه علميه وانت تعلم اللي مشارك فيها جامعي إسرائيلي مثلا ما تمشيش تعدل عن 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 الذهاب واذا كانك ما في بالكش ومشيت تنسحب شفت انت البيبان اللي باش تتسكر على التوانسه الكل ندوات علميه ثقافيه في العالم مستقيل مستقيل اليوم اي مثلا هاو جايك يلا خلينا نمشي حسين غازي نمشي الان